خلينا نحكي بالجملة الثانية، الحشد الشعبي سيتحول إلى مؤسسة عسكرية رسمية لكن باسم جديد، يعني مو حشد. جريمة لا ترتقي إلى مستوى الكفر، ولكن هو بس يتغير الاسم، شنو المشكلة؟ لا 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 لا، يجي أنت اليوم اسمك مثنى. مثنى نعم. أجي أسميك باشر مصطفى، ناس تعرفك بشنو؟ مثنى طبعا. مثنى يجب أن يبقى الحشد كما هو، ولكن يجب على من يقف خلف الحشد أن يزيل بعض الملوثات. أكو هناك ناس توسعت على حساب المال العام، أكو ناس هناك ظلمت، أكو ناس أخطأت. الحشد المقدس، خط الصد وجميع الخطوط القتالية والتعبئة لا يمكن أن تقارن. يعني قوته باسمه تقصد أنت؟ أصلاً مو قوة، إلهي مقدس.